احد من نجومنا الكبار الكابتن ايمن يونس والمشرف العام على كره القدم في نادي الزمالك وعضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا كابتن ايمن الف مبروك. ميرسي يا كابتن اسلام, واعتقد مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للفرقه المحترمه وادي دجله, واعتقد جمهور الزمالك سعيد, لكن عايزين نقول ان هي مجرد بدايه نلاقي طريق. نعم, ده مش كل حاجه لنادي الزمالك او مش ده كل طموح نادي الزمالك. ايوه, اتمنى نادي الزمالك يعرف يلاقي طريقه في عز فرحه مهمه جدا. احنا محتاجين حاجات كتير وناقصنا حاجات كتير. نعم, واعتقد البدايه من حقنا نفرح النهارده, لكن ده لازم يديلك ان انت عندك مجهود كبير قوي لازم تعمله المرحله اللي جايه. نعم, اعتقد مباراه كانت يعني مميزه لنادي الزمالك النهارده. بطوله كانت مهمه ايا كان المنافس, لكن منافس محترم. نعم, والمنافسين بالعموم, يعني اعتقد في حاله من السعاده. انا لسه كنت هسالك يا كابتن ايمن. اتفضل. حواليا ناس كتير في سلامي للكابتن تامر. اتفضل يا كابتن. مبروك لينا ان هو واحد من ولادنا وشبابنا المحترمين. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره, وبتمنى التوفيق لمنتخب مصر. جمهور نادي الزمالك كان مميز جدا, واتمنى انا اسف يا كابتن ان انا اقول لك ان انا حييت جمهور نادي الزمالك قبل لعيبه نادي الزمالك الحقيقه النهارده. انت جميل يا كابتن اسلام, واحساسك رائع, واتمنى بس مصر تلاقي طريقها, ونادي الزمالك برضو بيسعى انه يلاقي طريق محترم يعيد امجاده وحقيقته ان هو نادي. كابتن ايمن اشكرك الحقيقه, واضح ان هو